سيكو المدرب هذا مدرب تونسي، وتقدر تقول باللي حنايا نفس العقلية نفس المونتاليتي. ونقول لك بالك لو كان جزائري راح لتونس وصرات وما تفهمش، ولا الأنصار ما قبلوش، ولا يعاود يولي ما يروحش الفيفا صراحة باش نتفاهموا. باسكو هنا تدخل في المبدأ تاع الرجلة من البدء. أما أنا كنت بالك يكون نيترونجي تروح تجيب أنا أوروبي، ولا يجي ساعة ما يتفاهمش معاك، ما ولا يقلعش. ما يلقاش الشروط يقول لك هيا قطع الورقة والسلام صح. عليكم بين سلام. ساعة تروح تشكي في الفيفا، لا هذا شيء غير مقبول. والكارثة الكبيرة يعني طبعا نورمالمون هنايا، باسكو هادو باش نتفاهموا حاجة، الأموال اللي ياخذها مقيس اليعقوبي أموال شركة عمومية، صح؟ عمومي. صح، أموال الشعب، صح. تسمى هدايا نورمالمون ما يدخلش ينطرني في ما يحكم أي ممنوع. فريق جزائري، ما نقولوش ممنوع، بصح من باب الرجلة، من حتى باب مسؤول الرجلة ما يفكر حتى مسؤول ما في يفكر، انتدابه يعني. حتى مسؤول ما يفكر باش يجيبه. باسكو لو كان الجيريان دارها في البطوله التونسيه، غارونتي لك باللي اوكان الجيريان ما يزيد يجيبوها، يعتبرونا باللي سرقنا، باللي خنا، باللي بروفيتا، باللي فهمت. نفس الشيء بالنسبه للبطولات واحد اخرين باش نتفاهموا. دونك اليوم هنا تفهم باللي الامور راهي تصير فوضى منظمه. صحيح. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.